البحث الأخير في كتاب التجويد المصور، وهو موضوع يكثر السؤال عنه، حفظ القرآن الكريم. حفظ القرآن الكريم، نتكلم عن 4 مناحي في هذا الموضوع. تعريف حفظ القرآن الكريم، ما هو حفظ القرآن الكريم؟ أدوات حفظ القرآن الكريم، أركان عملية حفظ القرآن الكريم، الأمور المعينة على حفظ القرآن الكريم. حفظ القرآن الكريم هو عملية إدخال النص القرآني بإحدى رواياته التلفظية إلى الذاكرة العميقة. من عيد، هو عملية إدخال النص القرآني بإحدى رواياته التلفظية إلى الذاكرة العميقة. القرآن الكريم هو القرآن اللي بين يدينا هذا. طيب، هذا الآن بدي أجعل منه أنا نسخة، وين؟ فيما أكرمني الله به كإنسان من شيء اسمه الذاكرة. امتن الله عز وجل على بني آدم بأن أعطاهم في الدماغ منطقة فيها مكان لتخزين المعلومات وإمساك المعلومات وتخزينها، وجعل جل جلاله من حكمته 2 نوع من الذاكرة للإنسان: ذاكرة قريبة يستعملها في أموره اليومية، وذاكرة عميقة للأمور التي تبقى معه فترات طويلة، سنين وسنين. الذاكرة القريبة اللي مثلا بيقول لك بكرة عندي اختبار الفيزياء، وبعد بكرة عندي رياضية، اسأله بعد 2 سنين شو كان عندك، بيقول لك والله ما هتتذكر. ليه؟ لأنه هذه الذاكرة مثل المسودة. يعني الواحد هو رايح بتقول له أمه الله يرضى عليك وانت جاي جيب معك كذا وجيب معك كذا، بيقول له طيب على عيني، بعد كم يوم بيقول له شو جبت لأمك، بيقول لك والله ما هتتذكر. ليه؟ لأنه خلص هذه الذاكرة القريبة. أما الذاكرة العميقة للمعلومات التي تبقى مع الإنسان، فنحن لما نحفظ القرآن لا نريد أن ندخله إلى الذاكرة القريبة، لا نريد أن ندخله لوين؟ إلى الذاكرة العميقة التي تبقى معنا سنين وسنين وإلى أن نموت إن شاء الله تعالى. ولكنه لا يمر على الذاكرة العميقة إلا إذا مر أول على مين؟ على الذاكرة القريبة. هذا شيء معروف ومشاهد. بدك تجربة عملية، خلي طالب من الطلاب يحفظ صفحة مساء ويقول لك حفظتها، سمع لي، بتسمع له أنت والله تمام، بيروح على بيتهم بينام، تاني يوم الصبح سمع له إياها، بتلاقي أنه بدأ إيش. ليه؟ لأنه الصفحة لساتها بالذاكرة القريبة، ما تدخل إلى الذاكرة العميقة إلا بإيه؟ إلا بالتكرار والتكرار والتكرار، حتى تصير مثل ما قالوا الحفظ في الصغر كالنقش في الحجر، لأنه خلص صار النص جوا بالأعماق. بإحدى رواياته التلفظية، لأننا نعلم بأن النص القرآني واحد لكنه يقرأ بعدة طرائق، برواية حفص أو قالون أو ورش أو الدوري عن أبي عمرو، هذه هي الروايات الحية في عصرنا، إما حفص أو قالون أو ورش أو الدوري عن أبي عمرو، والبقية يقرأ بها القراء الذين تلقوها، لكن ما لها انتشار جماهيري. يعني ما نعرف شعبا يقرأ بقراءة ابن عامر، ولا شعبا يقرأ بقراءة الكسائي أو حمزة أو أبي جعفر. انتبهنا كيف؟ هو عملية إدخال النص القرآني بإحدى رواياته التلفظية لوين؟ إلى الذاكرة العميقة. هذه هي عملية الحفظ. للإنسان 2 من الذاكرة: ذاكرة قريبة لحاجاته اليومية تدخل إليه المعلومات لكن لا تدوم فيها طويلا، ذاكرة عميقة تدخل إليه المعلومات من الذاكرة القريبة. من تدخل على العميقة؟ من القريبة، بسبب الاهتمام وإيش كمان؟ والتكرار. المعلومات ما بتدخل للذاكرة العميقة وبتمسك إلا إذا كان صاحبها مهتم، يلي مو مهتم ما بتدخل المعلومات. عرفتوا كيف؟ إذا المو مهتم الإنسان ما بتدخل المعلومة، أو إذا دخلت تقعد فترة وبتقول له شو، بيقولك والله درس كيمياء، بيقولك إيه والله درس، طب شو كذا، بيقولك والله ما أتذكر، لأنه هو كان عم يقرأها ومو مصدق إمتى يخلص منها. لكن لو كان عم يدرسها عن محبة تبقى هذه المعلومات. فالاهتمام، وإيش الأمر الثاني؟ التكرار، وتدوم مع الإنسان طويلا. أدوات حفظ القرآن الكريم، يعني شو هي الأدوات اللي أنا بستعملها عند حفظ القرآن الكريم؟ أول أداة النظر بالعين. العين كاميرا أيها الإخوة، لما نمسك المصحف
وبنقرأ العين بتعمل سكانر للصفحة، بتعمل لها مسح ضوئي وبتخزنها. لكن هذا السكانر حتى يطلع سكانر مظبوط ما بصير الواحد يمسك المصحف يقول سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا. لا، طب انت حط ورقة بالفوتو، هذا شو اسمه؟ لا اللي بيصوروا فيها شو اسمها؟ آلة التصوير هاي، حط ورقة وكبس زر التصوير وحرك الورقة، شو بدها تطلع الصورة؟ وهذا نفس الشيء، اللي عم يرفع عينه وينزل عينه ويرفع، بدك الصورة تطلع مظبوط. لك أخي لا تنسى، انسى الغرفة وانسى المسجد وانسى خلي عيونك بس وين الكاميرا هي، خليها تصور صورة ايه نقية، لا ترفع. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لي، والعين عم تصور شاي. فبنهاية المطاف بيصير عندك في ذاكرتك جوا نسختين، نسخة مرئية ونسخة بصرية يعني، ونسخة سمعية. انتبهنا كيف؟ فلا تهمل وظيفة العين. الأمر الثاني النطق بالفم، هذا أمر أساسي، لأنه عند النطق بالفم مين بيسمع؟ الأذن. وعضلات الفم شو بتعمل؟ تتدرب. أيام كنت لما كنا صغار شوف بعض الشباب ماسكين مصحف يجي يسلم علي، قال له شو عم تعمل؟ اللي عم بحفظ قرآن. قال له بس ما لي شايفك عم تحرك فمك، بيقول لي عم بحفظ بقلبي. يعني شو عم يستعمل؟ عينه بس. شو فوت على حاله؟ عضوين، فوت على حاله عضوين، فمه معطل وأذنه ما سمعت. أنا عم بحفظ بقلبي، هذا غلط يا أخواني. واحد لما بيحفظ بده يشغل ثلاث أعضاء، العين تنظر، الفم يقرأ، الأذن تسمع. تلاوة ليش اسمها تلاوة؟ قالوا لأن الفم يتلو العين. ما بلك فلان يتلو القرآن؟ قال أصل التسمية يعني أصل كلمة تلا، لأن معلومك تلاه يعني جاء بعده، ما هي تلا فلان فلانا يعني جاء بعده. العين تنظر ويتلوها مين؟ الفم. فالفم يتلو ما تراه العين، يتلو بمعنى بيجي وراها. فلما يقرأ الفم تسمع الأذن. شايف ثلاث أعضاء عم تشتغل، النطق بالفم والسماع بالأذن، هذا أساسي يا أخواني. أربعة، في عامل رابع بيستعملوه مثلا بالأرياف وبالبلاد المغربية وإفريقيا اللي هو الكتابة، بسموها كتابة اللوح. أظن بأرياف مصر كمان سيدي موجود ولا لا؟ نعم، بالأرياف في مصر بيستعملوا الكتابة. الكتابة يعني أنا ما مارستها، لكن اللي مارسوها قالوا استفادوا، ومما يدل على أنه استفادوا أن أقوى الشعوب الإسلامية في رسم المصحف هم المغاربة، وأهل ليبيا وأهل الجزائر وأهل موريتانيا وأهل المغرب، لأنه لما مارسوا الكتابة حفظوا. هل أنا قل لي إيتائي ولا أنباؤه مكتوبة؟ بقول لك والله ما بتذكر، شايف؟ لكن هن باعتبار كتبوها بإيدهم، يعني حتى رسم المصحف تلقوه من الأستاذ، حتى الرسم تلقوه من أستاذهم. فالكتابة هذا عامل موجود، عامل مساعد. هذه هي أدوات حفظ القرآن، منعيدها العين أو النظر بالعين، النطق بالفم، السماع بالأذن، والكتابة. أركان عملية حفظ القرآن الكريم، اللي بده يحفظ القرآن الكريم لازم، أنا حبيت أعملها هيك بلطف سميناها خمس تاءات. حفظ القرآن الكريم يكون بإذن الله تعالى من خلال خمس تاءات حتى تركز بالذاكرة. يعني التصميم أو سميه الإرادة، يلي ما له رغبة بحفظ القرآن لو أهله جابوه، والله لو بيجيبوه 10 سنين مظبوط لما لا، هذا مشاهد ولا مو مشاهد؟ بده يكون الدافع ذاتي. بيقولوا أنه أبو العتاهية هذا معروف شاعر إسلامي كان شعره وعظي، وفي أبو نواس، أبو نواس معروف يعني كان بدايات أمره كاس وطاس وكذا، لكن يجمعه هو أبو العتاهية صداقة الشعر.
فدائما أبو العتاهية رجل صالح، أبو العتاهية ينصح مين؟ ينصح أبو يا أبا نواس أما كفى، يا أبا نواس إلى متى؟ هذاك يقول له اتركني يا أبا العتاهية، يعني حل عني ما. بعدين مرة قال له أبا العتاهية لا ترجع الأنفس عن غيها ما لم يكن منها لها زاجر. فسكت أبو العتاهية وتأمل البيت، قال وددت لو أن هذا البيت لي بشعري كله، اللي هو إيه؟ لا ترجع الأنفس عن غيها ما لم يكن منها لها زاجر. بدك طلابك يحفظوا القرآن، بدك أولادك الشخصيين يحفظوا القرآن، بث فيهم العزيمة أكثر من هيك، وهيئ لهم الأسباب. بث العزيمة وهيئ لهم الأسباب وادعي لهم، أكثر من هيك ما بطلع بإيدك ولا بيطلع بإيدي. أما بالعصاي وبالقوة وصبا عندك بدك تحفظ القرآن، شو الفائدة إذا ابني حفظ القرآن وهو كاره؟ شو الفائدة؟ انتبهنا؟ يعني بدنا أولادنا يحبوا القرآن، فإذا أحبوه حفظوا. بعدين يا أخواني مو كل الناس الله أعطاها الذاكرة بدرجة واحدة، في ناس محدودين، يعني لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها ربي. واحد عطيه ذاكرة محدودة، بدك تحفظ القرآن بالعصاي ما بده يحفظ، يا أخي ما عنده، يا أما ما عنده رغبة يا أما محدود الملكات. انتبهنا كيف؟ ممكن هذا ينفر بكرة، ممكن ينفر من الدين كله بسبب إصرار أهله إلا بدهم يحفظوا القرآن. أنت بث فيه الإيه؟ الرغبة، التشجيع. والله يا أخواني أنا أبي توفى الله يرحمه كان عمري 14، الله يرحمه، وكان يحبني جدا وأحبه جدا، وكنت أنا ببدايات الحفظ. لما توفى بابا الله يرحمه كنت أنا عم بحفظ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون. هي بسورة البقرة صفحة 36 على ما أذكر. وماشي، لكن يعني ماشي، لكن يعني الدافع، واحد عمره 14 توفى أبوه، تصور وأنا وحيد لبابا. بعد فترة بأشهر بسيطة أستاذ من أساتذتنا الله يجزي عننا الخير، هو كان طبيب لكن كان أستاذنا في المسجد، عم يشجعنا على حفظ القرآن، فذكر حديث من جمع القرآن وعمل بما فيه ألبس الله والديه تاجا من نور، الحديث المعروف. أنا قعدت هيك بيني وبين نفسي، لك يا أيمن أنت بتدعي أنك بتحب أبوك وأبوك الآن توفي وانقطع عمله، لكن أنت بيطلع بإيدك تكون سبب أنه ربنا جل جلاله يلبسه تاج من نور. فأنت إذا كنت صادق في محبتك لأبوك يلا قوم احفظوا القرآن حتى ربي جل جلاله كرما وجودا يلبس والدك إيه؟ تاج من نور. هذا الحديث كان من أكبر الدوافع لي أنا لحفظ القرآن الكريم. وتعلمون يا شباب أن القرآن الكريم طويل 600 صفحة والهمة